موبايل هوم خبرنا على شو ناوي بتلف وبتحوم بتشد الخطاوية عم موبايل هوم خبرنا على شو ناوي بتلف وبتحوم بتشد الخطاوية عندي إلكم مفاجأة أسئلة حلوة ومسابقات واللي جاوبهم معنا يظهر عطيور الجنة على خطاوي السلاوي. أهلا وسهلا فيكم معنا في حلقة جديدة من برنامج خطاوي السلاوي. اليوم احنا ماشيين بدأنا حلقتنا بالمشي، كنا في العادة متعودين اما نكون واقفين بمكان ثابت او عم نستنى حدا نبدا مع حلقتنا. سؤالنا اليوم او اسئلتنا لهذا اليوم في هذه الحلقه ان شاء الله حتكون جميله بل رائعه بحسب المشاهدين والمتابعين وما مدى امكانيه اجابتهم عليها. يلا نبدا نكمل الدائره، يلا معانا تفضلوا على خطاوي السلاوي. السلام عليكم. الله يسلم عليك. هو وتزمو الله يحفظه يا رب. عايز يسلم كيف عليك. ايش اسمه؟ اسمك ايه؟ ابراهيم سيلاوي. اسمك انت؟ انا ابراهيم سيلاوي. محمد الملكي. اهلا وسهلا. انا محمد الملكي. هذا وليد. هذا وليد. وليد ايوه. كيف اخباركم؟ طيبين الحمد لله. كيف انت والاسئله؟ نسال عن ما هي اقدم مدينه في العالم واين تقع؟ اقدم مدينه في العالم طيبه في مصر. طيبه طيبة اللي هي الأقصر. الأقصر كان بدنا تكون هي أقدم مدينة. شكرا شكرا نشكرك حبيبي شكرا. ما هي أقدم مدينة في العالم وأين تقع؟ أقدم مدينة في العالم وأين تقع؟ أقدم مدينة في العالم هي السعودية. مدينة وليس دولة. مدينة؟ نعم مدينة. أقدم مدينة في العالم. روما. روما كلمة السعودية. روما هو قال كان بودنا تكون روما أو السعودية لكنها للأسف ليست هي. نشكركم سعدنا بشوفتكم. إن شاء الله نشوفكم على شاشة طيور الجنة. الله حيكم. يا مرحبا فيكم. مشكورين. مشكور. كيف الحال؟ الحمد لله طيب إن شاء الله. الحمد لله طيب. عليك الابتسامة الطيبة إن شاء الله. إيش اسمه هذا البطل؟ محمد. والبطل؟ عبد الله. عبد الله الله يخليهم لك يا رب. نسأل عن ما هي أقدم مدينة في العالم وأين تقع؟ والله يا شبيه يعني في اختيارات ولا ما في؟ ما عندنا خيارات. ما مرت علينا وايد مدن يعني كلها قديمة. أقدم الأقدم هذا رقم واحد. يثرب. يثرب لا كان بدنا تكون إجابة صحيحة. فرصة سعيدة اللي شفناها. تسلم نعتذر منك. شوفك عيان إن شاء الله. اللقاء يا شباب. السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. إيش اسم البنوتة الصغيرة؟ كرمة. وإنت إيش اسمك؟ فارس. ايش فارس. اهلا وسهلا يا فارس. حضرتك ابو فارس كيف حالكم؟ طيبين ان شاء الله. نسال عن ما هي اقدم مدينه في العالم واين تقع؟ معكم 10 ثواني فكروا فيها يلا. واحنا نتعرف على البنوته المعصبه ليش؟ طيب ممكن سبأ. مملكه سبأ. مملكه سبأ. كان بدنا تكون سبأ لكنها ليست سبأ. فرصة سعيدة. شكرا جزيلا. شكرا. السلام عليكم. كيف حالكم؟ طيبين؟ يا مرحبا يا مرحبا. ايش اسم الابطال؟ محمد. وانت؟ ناصر. اهلا وسهلا ناصر. جادل. اهلا وسهلا فيكم جميعا. كيف حالك؟ بخير ان شاء الله. كل عام وانت بخير. وانت بخير. عندنا سؤال عن ما هي اقدم مدينة في العالم واين تقع؟ والله اقدم والله ما ما مرت عليك. ممكن لندن. لندن حديثة مو ما هي ما مرت عليك. شكرا مشكور. حياك الله. بارك الله فيك. شكرا يا شباب. تابعكم طيور الجنة. تابعنا واحنا دائما ان شاء الله نصير نشوفك بعد. اقدم مدينة في العالم. شكرا جزيلا لكما. يا مرحبا فيكم. شكرا. اقدم مدينة في العالم. نعم واين تقع؟ هي في اليمن. وما أظن اللي هي سبأ. سبأ ليست بسبأ. لا مش سبأ. عدن. ولا عدن ولا في اليمن. يلا ولا في اليمن. ولا في اليمن وخطأ. تقريبا مدينة أقدم مدينة نعم في العالم كله. في العالم
طب في الدول العربية ولا في ال في دول عربية؟ بس هلا ايش حتعد من الدول العربية؟ اه الحقيقة لازم اجابتها مباشرة، ما مرت علينا. اقدم دولة، اقدم مدينة. مدينة مش في مصر طبعا. كان بودنا تكون إجابة صحيحة، عرفنا عليك. شكرا نشكرك حبيبي. حبيبي شكرا يا مرحبا. إن شاء الله دائما ندوم الابتسامة. والله أنا شفت وجهك. الله يحييك. الله يحييك. هذا محمد. إي نعم. الله يحفظك. الله يحييك رب. الله يسعدك رب. إحنا برنامج خطاوي السلاوي على شاشة طيور الجنة الفضائية. إي نعم. عندنا سؤال لك. تفضل. السؤال يقول: ما هي أقدم مدينة في العالم وأين تقع؟ نعم. أتوقع أقدم مدينة يمكن إيطاليا البندقية. أقدم منها. هي في عالمنا العربي حتى يعرفوا انه احنا ما شاء الله تراثنا اقدم منهم ما شاء الله. اعطني جوابات. اعطيك جواب. بين السؤال ما عندنا اجابه. اقدم مدينه، اقدم مدينه في العالم. مكه. مكه ما كانت مدينه. دمشق. ليست دمشق. بعد الاقصى قريبة منها. أريحة. أريحة؟ أي نعم. إيش ميزة أريحة؟ أو أين تقع أريحة؟ في فلسطين. في فلسطين؟ أي نعم. نعم هي أقدم مدينة تاريخية في العالم هي أريحة. إجابة نعم 100% صحيحة. يا عين عليك يا أبو محمد. الله يسلمك. أبو محمد إيش فاز معنا اليوم؟ تفضل أبو محمد، الجائزة الأولى اللي ربحتها معنا اليوم لأنك موجود في البيرق، أول جائزة معهد الدراسات العليا قدم لك دورة تدريبية مجانية بقيمة 50 دينار، هذه أول جائزة. ما شاء الله. لا لا. الجائزة الثانية تتوقع إيش تكون؟ جائزة من أنوتا، موجودين تحت في هذا المول. أنوتا عندهم ملابس للأطفال وللنساء بقيمة 15 دينار كبون تسوق. الجائزة الثالثة ميزون، موجودين في البيرق، هدية رمضانية من العطور ومواد التجميل بقيمة 25 دينار. بيض الله وجهكم. كافي والله بيض الله وجهك. بعد لا ما خلصنا. بعد اسامتك الجميلة ما شاء الله. اسم مين هذا؟ الله يعطيك العافية. ما شاء الله. عبد الصمد القرشي للعود والعطور والعنبر، جائزة بقيمة 40 دينار. ألف مبروك عليك. الله يعطيك. سامبا للجلود أعطانا جائزة بقيمة أيضا 40 دينار. ما شاء الله. ألف مبروك عليك. والجائزة اللي بعدها أكوا للملابس، جائزة بقيمة 22 دينار. الله يبيض وجهك، الله يعطيك العافية. الله يحييك ويحفظك. الله يعطيك العافية. الله يقول لطيور الجنة في الختام. أقول الله يعطيكم العافية. الله يعافيك رب ويحفظك. وتابعوا القناة. إن شاء الله نشوفك على خير. ولدي يتابعها. الله يحفظك. الله يعطيك العافية. حياكم الله. نشوفك على خير. مشكور. حياكم الله. إذا وأنتم معاكم إن شاء الله حنكمل مشوارنا لحتى نشوف سؤالنا الثاني مين حيجاوب عليه بعد الفاصل. يلا معنا. على خطاوي السلاوي. السلام عليكم. سلام يا هلا. والله بخير الحمد لله. طيبين. خير نحمد الله الحمد لله. الأمثال احنا اليوم في الكويت عم ندور على مثل خليجي نجرب. اوه مثل خليجي. انت عارف انا مصري. الله يحييك. الله يحييك. الله يبارك فيك. حفظك الله. اكمل المثل الرياييل يعني الرجاجيل. ايه ادري ادري. اي تدري حلوه. الرياييل مخابر مو صعبة لان تدري يعني. خليك على المصري وانا حاضر. طب اعطينا مثل مصري من عندك نكسب يعني. احنا موجودين نكسب بعض. مثل مصري. هات امثله مصريه. نعم ما اعرفش والله بس اتذكر حاضر. انا بقى بتعرف على البنوته النعسانه. بتول نعسانه تماما. ما شاء الله. الله يحفظهم. ام مراد الله يحفظك. الله مثلا يقول لك لبس البوسه تبقى عروسه. دي بوسه. الله يا عين عليها. احلى عروسه واحلى بنوته. الله يحفظهم. امين يا رب. سعيد اللي شفتك. واحنا اسعد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الله يحييك. مرحبا بك. مخبري من الخبره يعني. بالضبط. يعني انه شيء هو نفسه جيد. مش ايش يعني تكملت المثل توضح معنا. الرجال مخابر مو لا ما اعرف شو والله. فرصة سعيدة. مو مهلك مثلا. ان شاء الله في رمضان عشان طيور الجنة. ان شاء الله. شكرا جزيلا. يا مرحبا فيك. شكرا. السلام عليكم. كيف الحال؟ طيبين. احنا قناة طيور الجنة الفضائية للأطفال. اي نعم. عندنا سؤال للكبار. تعال. تعال. حماني. تعال. حماني عبد الرحمن. ها؟ ما شاء الله حماني منتشر في الكويت. طيب عندنا مثل كيف انت والأمثال الشعبية؟ يقولوا الرياييل مخابر مو مناظر. الله 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 عليك. كيف لكن انت جواب. ايش معنى المثل؟
يعني مخابر مو مناظر، يعني تشوفها كشخه مثلا وزقرت وبدله بس الجوهر ما في. تمام، اذا احنا نبحث عن الجوهر مو عن المنظر. اي نعم. عن المخابر مو عن المناظر. اي نعم. وابو عبد الرحمن، حضرتك ابو عبد الرحمن. اي نعم. ابو عبد الرحمن ايش فزت معنا اليوم؟ لانك موجود في البيرق مول، الجائزه الاولى معهد الدراسات العليا اللي موجود في البيرق مول قدم لنا دوره تدريبيه بقيمه 50 دينار، هذه اول جائزه لك او لمن تحب. شكرا. هذه اول جائزه. الجائزه الثانيه ميزون في البيرق مول، عندهم هدايا رمضانيه، قدموا لنا جائزه هديه رمضانيه من العطور ومواد التجميل، كابون مجموعه رمضان من ميزون بقيمه 25 دينار. ألف مبروك عليك هذه الجائزة. الله رقم اثنين جايين. الجائزة رقم ثلاث من عند أنوتا، عندهم ملابس حلوة للأم أو للبنوتة بقيمة 15 دينار، هذه الجائزة رقم ثلاثة. ثلاثة. رقم أربعة، هذا الاسم عبد الصمد القرشي، متخصصين بإيش؟ العطور. العطور والبخور. ألف مبروك عليك، جائزة بقيمة 40 دينار تقريبا. الله. هذه رقم أربعة، ولأنه إحنا مخابر ما عندنا مناظر مكملين معاك. الجائزة رقم خمسة من سامبا للجلود الطبيعية، جائزة بقيمة 40 دينار برضو. ألف ساعد يا عبد الرحمن، تفضل. هذه الجائزة رقم كم صرنا؟ خمسة. خمسة. والجائزة السادسة يا أبو عبد الرحمن، أكوا قدموا لنا فستان جميل أو هدية بقيمة 20 دينار كمان. ألف مبروك عليك. الله يبارك تمام؟ فيكم. تفضل، تسمع منك كلمة في الختام. يعطيكم العافية وما قصرتوا إن شاء الله. ورمضان كريم علينا وعليك رب دائما بالخير. احنا نختم معك الحلقة إذا مع أبو عبد الرحمن، عرفنا أنه كون مخبر وكون جوهر ما تكون منظر. تحياتنا لك، وأنتوا أكيد أحلى وأغلى جواهر. نشوفكم على خير في حلقة قادمة، إلى اللقاء. أسئلة حلوة ومسابقات، واللي يجاوبهم معنا يظهر عطيور الجنة على خطاوي السلاوي.